هاني رمزي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري حاولنا قدر الامكان نحصل على اجراءات او مقابلات صحفيه مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، لكن هم فضلوا عدم الحديث في هذا الوقت، فضلوا التركيز والصمت استعدادا لمباراه الرجاء ومباراه النجم الساحلي. هناك مباريات قادمه وهامه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لم يتحدث احد سوى الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي، واكد انه لن يتحدث سوى المؤتمر الصحفي، وتحدث في تصريحات مميزه بخصوص وليد سليمان وحالته الطبيه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في نهاية المباراة، وأكد أنها قدمة قوية، لكن دكتور خالد محمود أكد التشخيص الطبي لوليد سليمان سيتضح غدا في المران، خاصة الإصابة في هذه اللحظات من الصعب تشخيصها بشكل واضح، لكن هي قدمة قوية جدا. نتمنى إن شاء الله أن تكون حالة وليد سليمان حالة مطمئنة في تدريب الغد، وعلى الأقل يلحق بإذن الله خلال مباراة النجم الساحلي، خاصة مباراة النجم الساحلي من المباريات الهامة جدا، والجهاز الفني بيستعد لها بشكل جيد، في ظل أيضا أن وليد سليمان ومن زكريا والعديد من اللاعبين ظهروا بشكل متميز خلال احداث المباراه. نقطه اخيره، الكابتن صالح جمعه كان حصل على انذار خلال الشوط الثاني وكان اصيب يعني او كان تعرض لجرح اسفل عينيه، فبالتالي الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام بدري فضل ان هو يعني يريح صالح جمعه ويخرجه اثناء الشوط الثاني للحفاظ عليه، خاصه ان مباراه النجم الساحلي ايضا مباراه هامه جدا والجهاز الفني يفكر فيها بشكل كبير جدا. اليك الكلمه كابتن ميدو عقب نهايه وقائع المؤتمر الصحفي ولقاء مع الكابتن هاني رمزي وتوجه اتوبيس الفريقين للمغادره من استاد السلام بعد نهايه المباراه وفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء واول 3 نقاط في مسابقه الدوري العام هذا الموسم بعد الفوز على الاتحاد والتعادل مع طلائع الجيش، وهناك مباريات مؤجله خلال الفتره القادمه. اليك الكلمه كابتن مودو، اذا كان لديك اي استفسار اخر هنا.